السلام عليكم أصدقاء الأعزاء، صحة وعافية إن شاء الله، يا رب على جميع القلوب المتابعين. شلع قلع. طبعا إذا أكو شغلة تصير، طبعا خلنا نفسح مجال اليوم شنو اليوم، يلا خل هذا فقط، خلوا ماي، خل تفاحة وماي. تعرفون انتم ذاك الصبح انا سبحت، اليوم شو مي طالعة، هم نسبح الحمام خلي يرتاح شوية. طبعا ملاحظة يا شباب، هواي ملاحظة جدا مهمة، يعني هواي جماعة قاعد يطيحون بهيج مطر. اكو حمام قاعد ينباع باسم هاشم الساعدي وبحجول هاشم الساعدي، بالهجول والقراصة يا شباب، يعني مثل هيج شي. يعني هاي القراصة يا شباب شوفوها، هاي القراصة الصفرة وبيها هاشم الساعدي. فمع الأسف والله، مع الأسف على جناية قامت تفتح الحجل من طيري وتخليه بغير طير وتبيعه باسم هاشم الساعدي. يابا هذا من حمام هاشم الساعدي، وأنا عاتب هاي الناس الغشمة. يعني مع الأسف عليك، انت اشتريت يا أخوي يا ابن الحلال، انت اشتريت حمام وباسمي على عيني وعلى راسي، ادخل علي يا معودين. أنا أكو واحد بيكم قال أريد رقم كاش وما اعطيته، أكو واحد راد من عندي شيء ورفضت علي، الله أكبر. فخلي أسولف لكم، أكو حادثة صارت قبل فترة، يعني قبل تقريبا شهرين ثلاثة. السلام عليكم. السلام، شلونك هاشم؟ تمام. قال اني صادفت بيومها جمعة ويوم نزدة مال سوق الطيور بالمناخة، فخبرني واحد قال السلام عليكم. السلام، شلونك هاشم؟ قلت له تمام. قال انا احد هناك يعني البراجة اللي موجودين. قلت له اهلا وسهلا. قال خويا هاي طيرة لقيناها باسمك واخذناها من الولد وسعرها مناسب وبحجلك والطيرة مبينة كراس، يعني انا شاك فيها تيدي بس يقول كراس، يقول يعني انت بعد تعرف انت هذا حمامك وتعرف بيه. قلت له عم رحم الله والديك وهذا. قلت له بيش اخذت الطيرة؟ قال شنو السالفة هاشم، انا اخذتها ب10,000، الطيرة راح توصل لك للبيت بس تدفع فلوس الكروة. يطلع من عم الله عليك. الولد طبعا جاي هنا وداخل يمي، ويعني جايب جماعة، عمل عم الله عليك ورحم الله والديك. دزول الطيرة هي وبالتاكسي، خبرنا بالتاكسي السلام عليكم. السلام، قال خويا هاي حلالك، دزوليها، اعطيني كروة 5,000 واعطيني 10,000 مالت الطيرة. قلت له عمي بيك خير وتدلل، طيرة بالكرتونة ما ادري بيها، انا بعد مأمن. شريت له 15,000، دار وجهه وراح، رجعت للبيت تاني. هم شوف الغشيم وشوف الفطرة، شوف الفطرة اللي ولو هي بعد، حتى لو فتحت الكرتونة يمه ولقيتها مو طيرتك، يعني شو تريد تسوي؟ يعني هو ذاك ما اخذها عود من واحد جايبها بكرتونة ورادي جا مني ومن هالباب هذا. المهم والله جيت للبيت هنا، فتحت الطيرة اباوي حجلي، اباوي على الطيرة مو طيرتي ولا رسوس طيوري. اي شباب، والطيرة لا يم رسوس طيوري ولا شيء، يعني طيرة رزية. هذا المعدل مالتني يا شباب، صديق شديد، يعني ما معقوله ما اسوي لكم جلاسيا وتصعدون فوق هسه شوي تتونسون يم حمامكم. دعوف المقطع، عوف المقطع، شلبت سده وروح قاعد يم حماماتك تونس، حط لهن مسبح شيء معود خلي تونس، شلبت انت بقناتي. اي شباب
والله ما وحت الطيارة، ضحكت على روحه هواية، قعدت هنا والله ضحك الضحك، قلت مع الأسف والله عليك هاشم، بس مو بيدي مو بيدي. زين الطيارة والله لو أقول لكم إياها، يعني والله لو أقول لكم إياها، طبعا الحمد لله والشكر، آخر لحظات الرمانية خطية رايحة تسبح هي بيها هاي الفركة من زمان، كلش صار لها يمكن بال5 سنوات مدى 3 سنوات، تعاي ولج خطية تريد تسبح ولقيتها غرقانة آخر أنفاسها، الحمد لله والشكر فضل من الله تلاحقت لها هيك، وعاد ردت أخلي أطلع الطشت منها أخليه بالنص على مود الكل تسبح، فلي سبحان الله لقيتها آخر أنفاسها، هم نفخنا بحلقها وإن شاء الله نقذناها. فضل من الله الحمد لله والشكر، ولو هي طيرة ما تسوى لها 1000 دينار، بس هي هاي سوق والذب كله رمان والله، بس أنا هيك مخليها ويا الداية، يعني أخلي جواها بيضات، شوف هسه هاي فرت راسه، هاي زق وتبيض وتقرع وكامله فوق المواصفات. نرجع لموضوعنا، ف قلت لكم هنا قعدت ويا روحي ضحكت، قلت سبحان الله سبحان الله، هذا مو مسألة تدور شهرة يا شباب ولا يم الشهرة، وسبق وان قلت لكم هاي القناة انا دائما احتفظ بذكريات كل بشر واطباعه، كل بشر عنده لنصب حياته، انا من طبع اللي احتفظ بذكرياتي، هسه ما يقارب عمري 35 سنة محتفظ بصوري عمري 6 اشهر، عندي كتب كاتبها عن ذكرياتي، يعني قد يكون تضحك علي اضحك علي ماكو مشكله، بس هذا شيء حلو انا اشوفه، واحد يكتب ذكريات حياته، شلون افترت بي الدنيا، شلون جابت الدنيا، شلون منا يعني انا اشوفه حلو هذا الشيء. والبعض يعني يقول لك هسه شنو يا شنو صغير مال ذن السوالف، فحبيبي هو كل منه طبعا. نرجع لموضوعنا، ما اريد نطول عليكم، والله خابرت الولد يا بسلام عليكم السلام، قلت له هاي تيدي، قال والله شكيت بيهاني، قلت له زين هاي كراس، قال والله انت اعرب بعد، شو الكلام تغير، قلت له هاي الطيرة اصلا مو الي، قال زين شلون بحجلك، قلت له انا حجلي مو ولادي، حجلك الراسة ينفتح من طير يروح الطير ثاني، يعني غير مثلا دز لي اياها، قل له هاشم تتاكد من عتها، غير يا ابن الحلال هسه واحد من اللي يشوف طير، انا قلت لكم يعني سوج انا الفطره بيه، ما ذبيت اللود عليه، قلت له عمي انت شخص متفضل ورحم الله والديك وشكرا على هاي المبادره، وان كانت مو طيرتي بس عم انعم الله على الولد، انعم الله على الولد. اي يا شباب هواي يا جماعة قاعد يوقعون بهاي المطب، مقصد كلامي يا شباب هواي جماعة قاعد يشترون حمام بحجول هاشم الساعدي، وبالأخير الطيور لا تطلع طيارة، ومن ما الطير يتخلي سلام عليكم السلام، قال خويا هاشم دلنا طيورك، قلت له مشتريهن من عند خويا، قال لا والله خويا، قلت له من اشتريتهن دخلت له وقلت له هاشم هذا حمامك لو مو حمامك، قال لا والله، قلت له زين إذا يعني أنا شنو هسه هاي الطيور مو لي يا عمي، الله وكيلك ما جاني هيك حمام بحياتي، زين انت مشترب كذا مبلغ غير تتخلي، غير تقول يا ابو هاشم ترى كيت وكيت السالفه، هاشم ترى هذا حمامك، فما يصير هيك يا ابن الحلال تم يا اهل الجو، يعني اشترى طيور والله باسم هاشم الساعدي، قال والله احنا مأمنين بيك واحنا عندنا ثقه بيك ثقه يعني عاليه، ومن هالسوالف وهاي ونشتري واحنا مغمضين. اي شباب رجعنا لكم، طبعا احنا قاعد نطلع ابو الميار وذولا لما يروحون على مود نحكي براحتنا، فقلت لكم يا شباب لا حد يشتري طير باسم هاشم الساعدي اذا ما تتاكد منه. البارحه راسلني احد الاصدقاء اللي موجودين عندنا هنا بالنجف، اول البارحه او يمكن اول البارحه لو قبل 3 ايام، يعني هم قاعد اروح لبغداد وارجع، الله شاهد يعني حيل عد هاي الفتره شوي انشغالات وعد جرد مال يعني الجرد ال21
لحد الآن أكو يعني حسابات بين وبين الشركة. فالمهم يا شباب، خابرني السلام عليكم. السلام، شو أخبارك هاشم؟ تمام هاشم. لا والله قلت لكم يمكن البارحة جمعة، يمكن والله، يمكن البارحة خابرني، يمكن والله، والله ما أدري يا ولد العم. المهم خابرني هاشم خوي اشتري الطائرة ولقيت بيها حج لك. قلت له تمام، قلت له ارسل له صورتها. ها قال راح ارسل لك صورتها تتأكد منعتها شنو نوعيتها. قلت له ارسل لي اياها. والله دز لي اياها، طلعت تك فحل عراقي من الرسوس مالته القديمة، القدشم اللي هو يعني امهاته موجودة الطيرة، انا موجودات عندي يعني كشكل، كشكل ارقى من التيدي، كشكل ارقى من التيدي، كمطيار ما يوصل للمستورد، ما يوصل للمستورد وبعيد عن المستورد. والله قلت لاخوي هذا عراقي، قال لا اخوي شلون عراقي، هذا تيدي، شوف وقفته، شوف نصبته. قلت له روح تيدي تيدي ولا يهمك. ضحك الولد، قال لا والله انا بس حبيت اتاكد هاشم وهاي. قلت له اخوي ابو حسين، قلت له الطير عراقي وهذا طيري ومن سلالاتي وعراقي، انت مو حبيت تتعرف على الطير؟ قلت لك طير عراقي هو مشتري على ابو تيدي، بس اصور راح ادمج لكم صورته، اذا هاي ادمج لكم صوره الطير هذا. قلت لك كشكل وكوقفه تقول تيدي، بس كمطيار لا والله مطيار مو يم التيدي ولا يم المستورد بعيد. طبعا انا هسه مطير حمام عراقي، الله وكيلكم مختفي، حمام عراقي هن ذن السبعه وطفرن زوج قدم النانة، طفرن زوج امهات جواهن بيض، طفرنهم قبل علقن فوق. المهم قال هذا اخويا، يعني تاكد بان الطير عراقيه. قال هاي رحم الله والديك. قال بس اخويا هاشم انا ترى الطيره مو بنفسي، الطيره الله شاهد يعني ثلاث يعني جايبها لك انا. قلت له اخويا والله هات تشوف هذا حلال خير من الله ما شاء الله، صلوا على محمد وال محمد يا شباب ذكر الله. ترى البعض من النفوس الضعيفه الله شاهد قاعد يعني تروح الحمام وتأذي الحمام، اكو نفوس ضعيفة انتم كل جناي ويعرف هاي، يعرف هاي الشغلة. فدائما اذا تريد تشوف حمام وعجبك اذكر الله، اذكر الله، قولي الحمد لله وبالشكر، صلى على محمد. هاي هاي من الشغلات اللي تريح قلبك وتريح الطير، حرامات لان العين سبحان الله تجي بهذا الحيوان يموت قبل يموت، الله وكيلكم، لو يموت لو يضيع لو يصير بيه مرض لو يفتر راسه. فيعني أعلم البعض من أصحاب النفوس الضعيفة. يا أخي العزيز إذا أشوف حمام عجبك حلو مو حلو اذكر الله، قول ما شاء الله، صلى على محمد، هم حلالك يصير بخير وحلال الوادم يصير بخير، وانت تذكر الله وانت تعرف ترى العين ما تجي بي ولا بعائلتي، العين تجي بهذا، الله وكيلك، حتى من تحسدني الطير يموت، الطير يموت. فهاي للبعض أنا أسولف، والكبارية وعدوا متابعين أحطهم هنا على راسي أتشرب بيهم، ناس أصحاب ذوق وناس كبار بالعمر وناس أكبر من أبويا قاعد يتابعون ويتواصلون وياي وكلام الطيب، يعني وزادنا فخر بمعرفتهم. فقال أخوي الطير هذا إليك. قلت له لا أخوي أنت بعد اشتريته، اشتريته توكل على الله ومهل بي وشايف ألف خير واتمنى لك التوفيق يا علاوي. قال خاف هاشم تريده. قلت له والله عنده خير على الله عم، تعال وخلصني، تعال وخلصني، 5 كيلوات مدري 7 كيلوات أكل باليوم، هو أكل من هذا الغالي مع تعزيز مناعة مع رافع مناعة
مع لقاحات مع يعني الله زايدني وفضل من الله يعني. قال عم رحم الله والديك، قلت له انت ايش تحتاج اني ما هو قبل فتره هم اخذ من عندك طيره دابولا، يعني تحياتي لعلي الذهب هم ان شاء الله يشوف خيرها، وطيره من ارقى الطيور الله شاهد من ارقى الطيور، وانحسبت لي يعني ما الولد ما يتقدر بثمن لو شيلو. هاي هو كان صاحب فضل على شخص والشخص قريب عليه. فكل الحب لكم يا شباب، ونصيحة أولى، سبح حمامك عالشميسة خلي يرتاح. هسه شوف كل من قام يركض ورا طيرته، الفضل من الله. صعدنا الفرخات ربع ذيل يا شباب، إن شاء الله هسه راح نصعد لكم فوق ونراويكم الفرخات شلون بيا عمر نصعدهن ندشرهن بيا عمر الدور. نبدي نشطل الجناح منا ومنا بدنبوس، وبيا عمر نصبغ الفرخة على مود توالف خواتها. كل الحب لكم، وإن شاء الله ما نقصر وياكم، وأتمنى تعليقاتكم الحلوة اللي دائما أقراها وأفتخر بيها. من اليوم يقول لهاشم شنو اللي سويته بقناتك، قلت لك كسبت محبة الناس وكسبت هواي ناس ذهب صافي والتعليقات جميلة وما بيها سلبيات، وسبحان الله جبناها على السلبيات. يلا اليوم خل نقصف هم نقصف. طبعا اكو احد المتابعين وكان صديق وكان قريب علي وكان له تواصل وياي، سبحان الله شوف ال طالب من عنده طيور هدية. يا شباب أنا إلى متى أوزع هدايا يعني؟ هم أعطونا مجال شوية، هم رجالاني أخسر وأتعب يعني، وتعرفون أنتم بالشي، وخاصة أني أنا الطير أعتني بي كأنما معتني بابني. فمتانش وقت يريد لزوج يريد لشي، فشفته داخل على طمع يعني ما داخل على محبة. لهناك قام يعلق تعليقات سلبية، تعليقات شلون الحرشة. فأنا أقول له جدا أشكرك يا قلبي، جدا أشكرك، والدنيا دوارة والدنيا صغيرة، هم دير بالك على روحك، لا تحكي على الوادين باكر ترى هم الله ترى الله ما يشمر بحجار يا شباب وعلي. فكل واحد ونظام حياته، خلي يكون هادئ، خلي يكون محترم ويا المقابل. ها شو صعدتي؟ صعدتي هذا الجمال، هذا الجمال سبحان الله سبحان الله. طيرة ما بيضت، طيرة ما بيضت. يلا يلا روح روحي روحي روحي. ايه يا شبابنا، فعلق تعليق حلو حبيبي، واذا ما تعلق واذا ترفض الاشتراك من القناة هذا شرف الي. عندي اشخاص محترمة والزحمة تسمع بهيك كلام، وانا اللي زرعت زرعت كله طيب واخلاق، زرعت ما زرعت رجال يعني كلام غير كلام. فكل الحب لك يا غالي. يلا نزلي خلص عط فوق، نزلي نزلي تعال زح. أقول لكم الرامبور وين؟ والله يمكن على البيض، والله مفتقدة هذا. لك ها دودة، والله تمام خليلة خمس بيضات
خمس بيضات اخلي لك، ثلاثه قليلات والله. ابو حلقك جايف، ابو حلقك جايف، كافي ما كافي لك انشك حلقك، صار لك سنين بس الزق. يلا نعم 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 نعم. طبعا تحياتي للاخ الولد اسمه احد يمكن متابعيني نوح، ولد اسمه نوح يمكن كل ما يخون التعبير. الفرخه يا نوح اصدمك، شلون اضوجك؟ اضوجك يا قلبي، بس ان شاء الله ما راح اضوجك يا قلبي، ان شاء الله راح اراويك اياها، بس راح اسوي لك اياها مفاجاه، اما ميته اما نشوف شنو وضعها. طبعا صعدنا لي فوق يا شباب، وذني جاي الحمامات نجيب الطماطم. حبيبي نوح هيا هالفرخة، الصلاة على محمد وآل محمد. هيا هيا هذا الجولدن المالدين، الصلاة على محمد. هاي ان شاء الله وجبة فرخة صعدت كلها ربع ديل، كلها ربع ديل. شوفوا يا شباب، بس اكو بيهن شوية كبار عدي ذن قديمات، هاي كلها ربع ديل وبعد بريش الحرام. هاي الفرخة صعدت بهيج عمر يا شباب. يلا تفضل هسه مثل هاي تصعد عليك. الله شوفها هاي السودة، شوف هاي، هاي تدشر بصورة صحيحة، هاي كلها ربع ديل. ونتمنى لهن التوفيق ان شاء الله والابداع، ونراويكم ابداعهن ان شاء الله. بس شوي يريد لهن خلق ويريد لهن تعب، هذا المستورد، مو والله صار عنده مستورد وقمت اطيرت براحتي، لا والله يريد له تعب يا شباب، اريد له تعب واريد له صبر. خلينا نشوف الشلة التعبانة. يلا تفضل، مو اقول لكم شلة تعبانة عليكم والله. هسه هذا وجهي، هذا ويا هذا، يلا قاعد لركب ونص، قاعد لركب ونص. ولا يحترم ولا يقوم. يلا هسه داخل الألق، ما هو داخل الهن، فضل من الله بعد فصلهن قوي، وبعد اكو حمامات فوقاهن، اكو حمام بعد فوقها. يلا شبابنا كل الحب لكم، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة وتعليق يليق يليق بيك ويليق بمحافظتك الكريمة. كل الحب لكم ان شاء الله، مع السلامة يا غالين.